تلخص مشاهد الزحام للمعلمين الذين تدافعوا لاستلام رواتبهم المتوقفة منذ 6 أشهر حجم المعاناة التي يعيشونها والحاجة الماسة إليها لتخفيف ضائقاتهم، خصوصا في ظل تدهور الأوضاع المعيشية. عانينا ما عانينا أكثر من 6 أشهر، أكثر من نص عام مضى علينا وإحنا نعاني معاناة بدون رواتب أكثر من 6 أشهر، والحنا إيش يعني لا نقيد قوت اليوم والليلة أقل شيء. أعتبر هذا اليوم يوم فرح كبير جدا، ولذا تلاحظ كل المعلمين في هذا المكان كلنا أتى بأطفاله يتجولون معه وكأنه ذاهب إلى فرحة العيد. أتذكر في هذه اللحظة أول راتب استلمته في 11/1995 كانت فرحة عارمة، لكن هذه الفرحة مشوبة بحذر. أتمنى من حكومة الشرعية ألا تنقطع هذه الفرحة وأن يستمر دفع الراتب شهريا. بدت ملامح السعادة واضحة على وجوه التربويين لدى إطلاق مرتباتهم بعد الاحتجاجات المستمرة للمطالبة بصرفها، فيما يأملون ألا يتكرر هذا الانقطاع الذي دام طويلا. كان الوضع صعب لدى الجميع، خرجنا في وقفات احتجاجية، لكننا نوجه رسالة شوك كما كنا نوجه رسالة مطالبة للسيادة الرئيس عبد الرب هادي ورئيس الوزراء ومحافظة تعز. شكرا لكم جميعا، شكرا لمن سهل للجميع استلام الراتب لشهر 12، وان شاء الله تصرف جميع الشهور الباقية، ان شاء الله تزيل هذه الأزمة، ان شاء الله ينعم بلادنا بالأمن والأمان. تتحدث قيادة السلطة المحلية بأن هذا الصرف الذي يشمل في دفعته الأولى المديريات المحررة ومديريات أخرى، سيليه صرف مرتبات بقية القطاعات في خطوات لترسيخ أجهزة الدولة واستعادتها من الميليشيات. تسليم المرتبات خطوة أخرى تحققها الحكومة الشرعية في طريق استعادة الدولة من قبضة الميليشيات الإنقلابية، وإن بدت متأخرة إلى أن الجميع هنا يأمل أن تتلوها خطوات. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.